الأردنية الهاشمية دولة نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، وجلالة الملك يرأس السلطات الثلاث. بالنسبة للسلطة التنفيذية مثل ما بتعرفوا فيها الحكومة المركزية وممثلها وصاحب الولاية العامة هو مجلس الوزراء، وفي عندنا هيكلية جديدة منذ إقرار قانون اللامركزية أو مجالس المحافظات، أصبح في عندنا مجالس محافظات منتخبة ومن ثم مجالس التنفيذية المعينة ومن ثم المجالس الخدمات البلدية المشتركة بموجب المادة 30 من قانون البلديات، ومن ثم في عندنا المجالس البلدية المنتخبة سوى طبعا تعتبر أمانة عمان هو بلدية ولكن لها قانون خاص بخصوص الانتخاب، وفي أسفل الهرم المقلوب مثل ما بتلاحظوا في عندنا مجالس البلدية المحلية المنتخبة. الشق الثاني من هيكلية الدولة الأردنية يعتمد على السلطة التشريعية، والثالث وهو السلطة القضائية. احنا بنلاحظ انه هذه الهيكلية المركزية في الدولة الأردنية لها طبعا إيجابياتها ولها بعض سلبياتها. فيما نربط هذه الهيكلية بالنسبة لعلاقة نظام الأمن والتنظيم بالسلطات، فهناك نتحدث احنا عن الفرص والتحديات. فهناك فرصة من خلال هذا النظام بتعزيز استقلالية البلديات كهيئات مدنية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية. أما بالنسبة للتحديات فسيكون هناك أمامنا حاجة لنضوج الوعي الشعبي والبلدي لتسلم اللامركزية القرار، بحيث أنه يصير عندنا هذا الهرم اللي إحنا شايفينه مقلوب، بمعنى أنه تصير الحكومة يوما من الأيام رشيقة قليلة العدد، وأن يتم نقل الصلاحيات بالتدريج إلى الهيئات الوسيطة المنتخبة مثل ما بتشوفوا اللي هي في موضوع المجالس المحافظات.